السلام عليكم، رمضان مبارك سعيد. كنتمنى يدخل عليكم الله بالصحه والعافيه وباش ما كنتمنوا ان شاء الله. فيديو اليوم ان شاء الله غادي يكون عباره عن مقلب، وكنتمنى يكون عجبكم مقلب اللي داز، برانك اللي داز، كنتمنى يكون عجبكم. وخلينا نشوفوا المقلب ديال اليوم. كما كتشوفوا هنا اخوتي، بديت الفكره بانني غادي نطيح كارتيره ولا بسطام، وغادي نشوف ردات الفعل ديال الناس شنو غادي تكون. ولكن ملي شفت يعني كلشي بدا كيعيط لي راهي طاحت لك هو طاح لك، بغيت نبدل الفكره وباش يعني نزينوا الفكره وندخل واحد شويه ديال الحماس. فخليكم تشوفوا شنو عملنا. اخبارك؟ اقسم بالله لا طيبت كنبقاش عليك هنايا، تينا اصلا فيك. كنتمشى بها شي حشومه عليك اختي. انا ماشي يلا اخو، ما تحركش الله يرحم يمك، انا دابا انا معاك الخاو. عندك صاحبي فين كنمشي هيدا؟ هاد عيط له قلت له ساعه رجع الكارتيرا. كتمشي كتسرق اخي؟ ها؟ واش شفتها تينا بعينها؟ اه صاحبي، شكون اللي عيط لك؟ الله يعطيني الله يزيني في يما خاوة تطيح لك ونقول لك خاوة خاوة رجع. انا اللي عيط لك صاحبي، راه كنمشي بها. قلت لك خاوة 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 هاك، انا نعطيه لك خاوة. تخلع صاحبي هيك الصور، هيك الصور ما تخلع، راه الكاميرا غير فين. فهمتي انا والو كنتي ماشي بيه. انا نعيط لك عليك، ما عرفتش شكون غادي لي انا. انا كنعيط لك اخي، انا عندي ها انا عيط له، انا كنعيط لك، انا كنعيط لك. وقول لي ماشي بها قلب دورك يا اخي. الله يا اخي عندنا عاد مشكل. انا نقول لك انا نعيط مع جنتي، انا قلت لي هذا رزقك، قلت لك حشومه عليا. انا قلت لك الله يا اخي احنا غنموت وصاحبي غنموت وحشومه علينا عيش. عيب علينا حشومه، لقينا كاميرا خفيه. ما زعما ظلمتي؟ انا انا على نيتي. سمعنا الله يرحم والديك ابو الله يرحمه ديالي. انا دابا انا معاك اصاحبي، اش عندي؟ دابا انا نكون حداك اصاحبي. الله يا اخي حشومه عليكم اصاحبي، حشومه صاحبي العواشر. حشومه عليكم اصاحبي، شكون بلاتي بلاتي؟ شكون اللي دا الكارتيرا هادي؟ كاميرا خفيه بلاتي، كاميرا كاميرا صاحبي، سلام كاميرا خاوي، كاميرا كل خاو كتشوم عليك. شوف صاحبي درت كاميرا خفيه باشر الثانيه فيني. فيديو اليوم كان هو هذا اخوتي. الحمد لله باقي الخير في بلادنا، يعني ما نفقدوش الامل، باقي الخير في بلادنا الحمد لله. وفيديو اليوم كان هو هذا، كنتمنى نكونوا خفافين عليكم. كنقولوا لهذا الانسان هذا بالصحة الجامعة، احسن جامعة كلا بالصحة الجامعة. ان شاء الله نتلاقاو فيديو جديد.